أهلا وسهلا بيكم. من الأكلات التراثية الجميلة المصرية بتاعتنا هي المحوجة. إيه رأيكم النهاردة نعمل المحوجة بطريقة سهلة جدا وبسيطة؟ ويلا بينا نقول مقاديرنا. أول حاجة معانا هبتدي بيها أنزل بالدقيق، زي ما قلنا ده نص كيلو من الدقيق، ده دقيق متعدد الاستخدامات. وهنزل بكوباية من السكر، ويفضل طبعا السكر البودر، وكوبايه من تحويجه المحوجه اللي هي بتبقى عباره عن حلبه مطحونه، محلب مطحون، زر ورد، كركم، وكمان فيها قرفه وفيها قرنفل ومطحونين. هننزل بالسمسم، انا هاخد كده نص كميه السمسم، وابتدي اخد النص التاني في يعني هنزينها كده من على الوش بالمحوجه بتاعتنا، وحبه البركه برضو هاخد برضو زي ما قلنا نص الكمية، هاخد ذرة من الملح بسيطة، وهبتدي اخد معلقة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة بالشكل ده كده. هقلب المكونات الجافة بالشكل ده. دلوقتي هبتدي انزل معانا بالزيت، وهنزل بالسمنة، وزي ما قلنا سمنة بلدي يفضل طبعا عشان تديها طعم حلو. هنزل كده بكوباية الزيت بالشكل ده، وهاخد معلقتين من السمنة، هقلب المكونات دي كلها مع بعض. انا عايزة كل حبة من الدقيق تتغلف بالزيت وبالسمنة، ممكن تاخديهم تدفيهم على النار وترجعي تنزلي بيهم على المكونات بتاعتنا. زي ما حضراتكم شايفين كده قلبنا المحوجة بتاعتنا وحطينا عليها الزبدة والزيت، وغلفنا كل حباية من الدقيق بالزيت والسمنة اتشربتها معانا. هبتدي في الخطوة دي هنزل بالعسل الاسود بالشكل ده اهو، وهقلب المكونات بتاعتنا كويس جدا. هقلب كويس جدا العسل الاسود مع المقادير والمكونات بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين ده شكل المحوجة معانا بعد ما خلينا المكونات كلها تتجانس مع بعض وقلبناها كويس جدا. هبتدي دلوقتي اجيب عندي صينية او صاج حسب المتوفر عندك، ولازم ندهنه بالمادة الدهنية الزيت او السمنة. زي ما انتوا شايفين حطينا الخليط معانا في الصينية. هبتدي بقى دلوقتي عشان تبقى سهلة معانا في الفرد، هبتدي بقى احط عليها كده شوية زيت عشان تتفرد معانا في الصينية بتاعتنا او في القالب اللي انا هشكل فيه. افضل بقى اضغط عليها زي ما انتوا شايفين كده، لازم اضغط عليها كويس، وافردها كويس جدا في الصينية بتاعتنا. هبتدي بقى اخد كده حبة البركة واحطها على الوش. دي طبعا منها تزيين ومنها بنعلم القيمة الغذائية بتاعت المحوجة بتاعتنا اهو بالشكل ده كده. ودلوقتي هنحط كمان السمسم معانا. بصوا شكلها حلو ازاي. دلوقتي بقى خطوة مهمة معانا، لازم تقطعي المحوجة قبل ما تدخل معاكي الفرن، عشان هي بعد ما بتخرج من الفرن ما بينفعش ان احنا نقطعها. لازم يكون معايا سكينة حامية، وابتدي ان انا اقطعها. التقطيع بقى الحلوة اللي انتي حباها او المناسبة ليكي. هبتدي اقطعها كده بالشكل ده، ودي السكينة كده مسحة معايا، وابتدي اقطع بالشكل اللي انا حبيه. ريحتها بقى عايزة اقول لكم حلوة جدا. انا هقطع كده بشكل عشوائي، بحب انا التقطيعة دي بيبقى شكلها لطيف شوية. ده شكلها كده معانا بعد التقطيع. دلوقتي بقى هنقدر ان احنا ندخلها الفرن على درجة حرارة 200، هتقعد بالظبط من 20 ل 25 دقيقة.
يفضل في الرف الوسطاني وما نقعدهاش اكتر من كده، عشان لو قعدت اكتر من كده احنا عارفين ان فيها عسل اسود، العسل الاسود يعني بيتحرق بسرعه، فاحنا لا مش عايزينها تتحرق، عايزينها تبقى مستويه ويبقى طعمها حلو جدا. يلا بينا على الفرن ونرجع نوريها لكم بعد الفرن شكلها ايه. يلا بينا. بصوا دي المحوجه معانا بعد ما خلصت، حلوه جدا وطعمها حلو قوي، ساعه العصاري كده مع كوبايه شاي مع كوبايه قهوه او نسكافيه. اتمنى يا رب الوصفه تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. على فكره بيبقى طعمها حلو قوي ولذيذ جدا، وكمان تقدري تحتفظي بيها في علبه بلاستيك في التلاجة او علبه محكمه الغلق وتحطيها كمان في التلاجة، ممكن تقعد معاكي من اسبوع لاسبوعين كمان. دي كانت وصفتنا النهاردة، أتمنى يا رب وصفتنا تكون عجبتكم. كنت معاكم الشيف مية أمين، واستنوني في وصفات تانية جاية كتير. باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.